شحت الأنهر وخاصة بالعراق. يعني احنا شوية يعني عندنا التنظيم بالعراق ماكو عندنا، لا عندنا خزانات لا سدود عندنا هذه، وهاي الشحة اجت فزادتنا، يعني شلون يقول المثل زاد الطين بلة، فاحنا زدنا بهاي الأمور. بالنسبة للمشرية، المشرية نهر قديم، يعني انا اللي لحقت على اجدادي يسولفون يعني عن 1800 السكن بها. مسافة المشرية من يم من مقام نبي الله أيوب عليه السلام ليم زيد صير 19 كيلو، مسافتها 19 كيلو 18 كيلو. المشرية وجدت عليها أكثر من 6000 عائلة جانبياً، كلها رواها ومايها كلها وسقيها كلها من هذا النهر. هذا النهر هو يجري من الفرات، من فرات من شط الحلة، عليه 8 محطات مال إسالة. 8 محطات هسه سكتن انتهن، بعد ماكو ما لا لا بهن مي ولا هاي. بدا قبل كنا احنا بذاك النظام كنا 7 ايام يطونا اياه او 7 ايام يقطعون المي، ويبقى بالمشريه هم اكو مي. هسه صار النظام اختلف، هسه صار كل 15 يوم يطونا اياه 48 ساعه اذا حصلت يعني ال 48 تصير عليها الامور. وهذا تدري فلاليح هي شريانها المي، المي الفلاليح اذا ماكو مي يعني انتهت. بالنسبة للمشرية، المشرية يعني يعني أنا بالنسبة لنا يعني اعتبارنا لهالمنطقة منطقة منكوبة. ليش؟ نفقت حيواناتها، نفقت انتهت مزروعاتها، انتهت من الماء، عاشوا على البرائم، البرائم مايها مالح بمادة الكبريت أكثر، يعني سقوة سقوتين للزرع ينتهي يموت، كله يجرد، كل الورق ماله يوقع. فظل الفلاح حائر، لا عنده مصدر غير هاي عيشة القاع، إذا الماء انقطع فإحنا انقطعت حياتنا هنا. فإحنا بالنسبة لنا الناشد دولة رئيس الوزراء، الناشد وزير الري، الناشد محافظ بابل، الناشد مدير الري مال محافظة بابل، الناشد كل شريف له صلة بهذا الموضوع أن يتدخل ويخلصنا من هاي الشحة اللي موجودة. احنا ما نريد هسه سقي، احنا نريد شرب، مي شرب، مي خام ما يوصلنا، إسالة ما عندنا ما توصل، انعدمة الإسالة انتهت. تذا هسه لو اشوفك يعني عندنا جهال وعندنا جلد مالت حتى تغير من غسل البرايم، والله حتى الصابون ما ياخذ هسه بالغسل مال هذا، من تجيب صابونه وتغسل بها ماي البريمه ما يتفاعل وياها. فاحنا ظلينا يعني منتهين، فما ان غير الله سبحانه وتعالى والشرفاء الموجودين بهذا البلد، وان شاء الله موجودين الشرفاء يناشدوننا. ونشكر قناتكم الموقره بهذا الوقت اللي اجت هسه تريد تنقل اصواتنا، الاصوات المظلومه هاي الناس الفلاحه اللي قضت حياتها كلها بالفلاحه وهسه انقطعت الفلاحه عنها، فوين تروح ما ادري. فاحنا نشكركم ان توصيل الصوت الى اي شريف بهالبلد يناشدنا هاي الامور. والله استاذ احنا عايشين بالظلم، يعني كانت هي المشرية يعني هو مصدرنا الوحيد، يعني نسقي من عندين، نشرب من عندين، نسبح من عندين. زين الله شاهد هسه يعني هذا برايم ونحفرها ونخسر عليها هواي هذا فلوس، ولو تطلع حلوه لو تطلع مالحه. زين هو الزرعه يعني روحها عزيزه، تسقي هذا مي بريمه ما يصير مي بريمه الا مي مشرية. فاحنا يعني هذا مناشده للخيرين، الصاحب الانسانيه، الصاحب هذا الغيره، يعني هذا بس مشريه خلي باسبوع بس يهدون اياها ثلاثة ايام فقط، يعني هم نسقي من عندها وهم هذا نشرب من عندها ونخزن ما احنا بالخزانات مالاتنا حتى نسبه احنا ناكل من عندها نطبخ. مي والله اشتريها من السوق، اشتري من السوق، اروح للحله اشتري من السوق وجي، حتى مال غسول سبح من السوق اشتري، ومتناور ويانا ياهو ابو شهد من نهايه صدام حسين ولحد الان ابو شهد متناور ويانا، حتى كان يجي الصوندات مالتنا كانت على الري يقطمها ما يخلي، وقال لنا كله 15 يوم 20 يوم اعطيكم يومين. وكم مصفى عليها هو نهر الامير علي فوق ال 8 مصافي علي، وانا نازل تقريبا عند نهر الامير 3 كيلوات مي ما يجيني، واريد اشرب هسه اريد اشرب ماكو مي مالح، والله مي مالح، برايم عندنا مي مالح، حتى عندنا حيوانات صار ضرب عندها بالكبد مالتها من مي المالح.
واحنا على عيشة على هاي شنا هسه نريد نزرع النزرعات اكل مال اكل ماكو نشتري من السوق ونجي. وبالنسبه لنا مو يهدونا يومين المسلحات والشرطه ما حتى نريد نشغل مثلا نترس مي ما يخلونا نترس ها نريد يطلع الزل هم ما يهدون والنوبه شلون يخلون النحالات عسلول عسلول يا جبنا غاز غاز تريلا تطبق ما دون يودونا اذن حصه غاز ان كل شهر ماكو للمضخات ماكو غير تشغل بالغاز يقولون ماكو غاز هم نهاو الفلاح هسه نهاو الفلاح فدنه ما خلوه فلاح بعد ما يتنفس خلوه ولا طومي هسه نريد نشرب مزارعين احنا ونزرع ونتعب وهاي وعندنا نسوق حنطه بس ماكو نهونا اثنين قعدونا ما خلونا ابد اول مره كانت اكو ماي بعدين انقطع الماي الناس حفرت برايم خسرت برايم يعني كل بريمه هسه خسرت اقل شيء 800 700 الف دينار ذبها على البريمه طلع الماي مالتها بملوحه بدا يسقي بالسقيتين ثلاثه الزرع بدا يساقط هو والاوراق مالته انتهت الزراعه عندنا هسه بدات تنفق نهائيا ما عندنا زراعه بعد يعني بينما كل عندها علم المسؤولين الكبار والموجودين ان المشريه اكبر منتج للماده المواد الخضراوات والتمور يعني منطقه اولا قريبه على الولايه ثانيا منطقه زراعيه بالكامل الجانبين هي كلها زراعيه هسه بدات الناس يمكن اقول لك يعني اقليل النسبه قامت تهاجر من الريف الى المدينه في سبيل تحصل على بس المي للشرب المي تنكر صعب علينا يوصل المي الإسالة ماكو انقطعت كانت قبل هم يطولنا هسه هم انقطعت احنا صار 17 يوم الإسالة ما واصلتنا فوين تروح والمشرية انقطعت ومحاربين من كل هاي الأمور احنا تحاربنا هسه على المي احنا هسه الناشد كل واحد بس يوصل لنا مي للشرب مي خام نشربه ما يخالف لا غسول لا شرب الحلال انتهى خوش معانات يعني صعبه كل 15 يوم يعطونا يومين بس المصافي ما المصافي ما يصل عندنا اكثر من 4 مصافي جوا مصافي تعبانه حيل يعني شغلتنا مأساة زين هو هذا اكبر ترى اكبر محافظه بابل اكبر فرع عندنا هذا جز قال لك معي ما قال لك اكبر فرع هذا يصل للشارع نجف الجامعه مال بابل عندنا فروع تطلع عليه كشف وشوف فروع عندنا محافظه بابل عندنا من هناك تقريبا قريب على تشفيل فروعه واصله لتشفيل شنو قريب لتشفيل واصله داقه عندك هاي الصفحه من داقه لرفيعات وجاز شارع رفيعات يعني اكبر فرع وماك لا اهل ولا مسؤول يصله ولا مختار شغله تعبانه حيل برايم 8 امتار و10 عندنا هنا احنا قريبين على المشريه احنا نسولف لك يعني قريب على المشريه 8 امتار و10 وصفرت يعني مأساة تعبانه حيل طالب يريد المويه نشوف لنا مسؤول نشوف لنا واحد يعني ابن حمولة ابن وادم نقول والله ما خلنا لا مسؤول يعني ظل أنا أصرف منين أجيب حتى الحلال بعنا ما عندنا حاليا تعبانة حيل العالم شو تسوي حلال ما عندها عمالة تعبانة ماك شغل وين الشغل يطلع عمالة يعني شو يشتغل كان عايش بالزرعات والحلال عنده هسه لا حلال ولا زرع ماكو ماي ماكو يعني سو بريمة بنزين ولو اسالوا على البنزين شفايت لك كم يخلص تحصل ماء من القاع هم ما قلت لك هذين دمرنا ماكو ما يشوف المشريه جافه يعني حايرين هسه لا ما يعدنا لا هاي كل شيء ماكو حايرين حال الضيم حالنا شوف شفت انا شوف المشريه ماكو هي يابسه صارنا هاي صارنا 20 يوم كل شيء ماكو لا مي ولا هاي وبريم انه ب 20 متر تبحث وهم مي لو يطلع مي لو ما يطلع متبهذلين حال الضيم حالنا
حال الضيم حالنا. شوف شوفت عينك، شوف المي ماكو، شوف المشريه جافه ياوسه. هاي صار 20 يوم هدونا يومين وقطعوها، هلا حق ترس ماي، ما له حق ماكو بعد. زين هناك فلاح شلون عايشين؟ ماكو فلاح، شوف القيعان يابسه، ما كل فلاحه ماكو، فلاحه ماكو بعد. مي بريمه ما يصير عليه الفلاحه، لان المي مالح يطلع. وحتى العالم من وراء المي البريمه حتى صار بها حصف، ويعني دمرت العالم مال البريمه، بهذلت. شافت عينك، شوف المشريه. الحلال العالم باعته بعد، ماكو حلال. العالم باعت الحلال، شو يسوي بالحلال بعد؟ لا ماكو شو يسوي بالحلال؟ علي من جانينا. الحلال يريد اكل. لازم الاكل، لازم تزرع له جيت، كش تزرع له لازم، لازم اكو مي. زين اذا ماكو مي وين؟ شلون؟ ما ادري بعد. تبهذلنا، شوف، شوفت عينك المشرية. نطالب بالله بالمي، ما عندنا غير بس المي. لان تبهذلنا. شوف المشرية على الضيم حالنا صار. هسه نريد بس المي، وهاي كل شيء ما نريد. لان نريد حتى بس نريد مي غسول، يعني المصفيات مالتنا وقفت. مي من الشارع احنا ما عندنا مي، بس المصفيه مالتنا وقفت، ماكو مي يصلها. المصفيه لا ما لها مي، شلون تشتغل؟ شلون توفر لنا مي؟ ماكو. انتهينا مي، ماكو لا اساله ولا غسول، وكل شيء ما عندنا منتهين فد مره يعني. حط الامر ماكو فد مره مي ماكو. لا تروح التظاهر يعطونك مي، ما التظاهر ما يعطونك مي. تقف سد الشارع ماكو. وهاي الشباب يمك اسالها وشوف الاكو مي صار 20 يوم. يوم يعطونا 3 ايام ويقطعونه ماكو مي. نهائيا ماكو مي ابد. انتهينا فد مره، وتدري الجو حار. كهرباء ماكو. تطلع عماله تعيش، ما تطلع عماله ما تعيش. ماكو يعني زراعه ماكو، انتهت الزراعه. ماكو زراعه. كل المشي ما بيها زراعه. شوف الشباب كلها قاعده، لا شغل لا عمل، كلها قاعده ماكو. تروح تظاهر هناك يعطونك مي، ما تظاهر ما يعطونك. واحنا الشاط قريب علينا. وخما لا اساله ولا برايم، كل شيء ماكو. تدرون يعني المنطقه هذه كلها منطقه زراعيه. وقبل سنه او سنتين كانت رقم واحد تصدير التمور. منطقه المشريه محافظه بابل رقم واحد على العراق بتصدير التمور. نفس الوقت الناس كلها اصحاب حلال مواشي. اكو يعني مجمعات مائيه هنا، هسه نهائيا ماكو ولا قطره ماي بالمجمعات. هاي يعني 15 يوم هذا النهر امامكم يابس، تلعب بيه جهال هذا النهر. زين يعني 15 يوم يعني ما ترهم نهائيا. يعني لابد للحكومه ان توجد لنا حل لهاي المشكله. صدقنا حتى المياه الجوفيه جفت. المياه الجوفيه جفت، هسه احنا قاعد نسوي برايم كنا نسويها 4 امتار 5 امتار يطلع مي. هسه صارت 20 متر تحت الارض مي ماكو، ما يطلع. هسه بطلنا، هسه نريد نترس تانكياتنا، نريد نغسل ملابسنا، هسه نريد للطبيخ. ملينا جزعنا يعني لا متى هاي الحاله. زين بنفس الوقت عندنا ترى استاذي العزيز عندنا جهال، ما مناعتهم ضعيفه جدا. وهذا تدرون المياه الجوفيه ماده الكبريت بها 90% سبب حكه وحساسيه عند الاطفال. هسه اطفالنا قاعد نراجع بهم للمستشفيات. زين يعني شلون ما ندري. هذا واجب الحكومه، يعني واجب حكومتنا المحليه. احنا عندنا مضخات استاذ على النهر، يعني لو كل 4 ايام 5 ايام يشغلونا يوم واحد بالمضخه، مضخه واحده ما اريد اربعه، هنا اربعه اريد بس واحده. كل 4 ايام كل 5 ايام يوم على الاقل، عاد المياه الجوفيه عاد ترجع للبرايم، يصعد المي، نقوم يعني نستعمل المي. طبعا بالمناسبه هذه منطقه المشريه كانت حتى تربيه الاسماك، بحيرات تربيه الاسماك. لا اسماك لا مواشي لا حلال، انتهى نهائيا. وهذا هو اساسا الحلال اصلا، هو ما يشرب هذا مالت المياه الجوفيه. نسبه الكبريت قويه جدا، ما يقدر يشرب هذا. اغلب الناس خصوصا المناطق الجوه قاموا يهاجرون استاد، يبيع بستان او يبيع هذا ويروح هناك يسكن. على الاقل اكو مي بالمدينه، اكو مي يشرب ويغسل ملابسه ويطبخ. فشغله الثروه الحيوانيه انتهت تماما، ومع الاسف طبعا. وهذا طبعا هاي النخيل، هاي هسه اذا واحد اذا الكاميرتك توصل شوف كل ذابل هذا من فوق
التمر كله ذبل، نخل كله انتهى راح يموت. احنا شريحة من الخريجين خرجنا قبل سنوات عدة ولم نحصل على وظيفة عمل، ولكن هذه النسبة شحت المياه أثرت علينا بصورة كلش يعني زرعنا بين قوسين مات، حلالنا كله بعناه وأثرت علينا بصورة كلش مو طبيعية. لذلك ندعو من الحكومة والجهات المعنية بتوفير الماء لهذه المنطقة المشرية. أثرت علينا شحت المياه أنه حلالنا راح، زرعنا مات، أثر علينا كلش. هاي الناس ما يشرب ما عدها، ما يغسل ما عدها، ما يتريد تسبح ما عدها، كلها على البرايم، والبرايم الجوفية تحفر 20 متر بالأرض ما يطلع ماء، وهذا أثر علينا كلش. وندعو من الحكومة والجهات المعنية أن يشوفون لنا حل، عايشين يعني على الاستيراد من الدول، أنه الزراعة ماتت بالعراق وكل شيء ماكو لا مي ولا أبد. زين نلتجي، طبعا نلتجي الاستيراد من الدول، لذلك نواجه صعوبات كلش والأسعار مرتفعة، هذا أثرت علينا بصورة كلش صعبة. طبعا منطقة المشرية هي تعتبر يعني أكبر منطقة في محافظة بابل، ما يقارب أعدادها بال 3000 نسمة. قبل كانت المياه تجينا أسبوع بأسبوع، يعني نقدر نمشي أمورنا، يعني زرع، تربية الحيوانات، مواشي، أسماك. أما بالوقت الحالي 15 يوم بثلاث أيام، يعني عندك بيها ثلاث مجمعات مي بالكامل انتهت حاليا، ماكو مي. يعني أنا صار لي 15 يوم حسرة عليه أصبح مي مشرية أو مي سالة، كلها مي برايم، حتى البرايم والمياه الجوفية جفت بشكل مو طبيعي. لازم تحفر 15 متر بالقاع يلا تطلع لك مي. بالإضافة إلى أنت تشوف هسه المياه الجوفية شو تسوي، يعني بها نسبة مال كبريت مثل ما تفضل، نسبة كبريت كلش عالية. الله وكيلك، عندنا أطفال حتى حب طلع أجسام حب، يعني قمنا هسه بطلنا عم ما نريد نشرب، نريد نغسل. هسه عرفنا نشرب مي أقرب الله خلينا نقول، لكن الغسول ما عندنا، حتى المواشي ما تشرب مي البريمة هذا. زين قبل كانوا يعطونا اسبوع باسبوع نمشي امورنا بها، هسه حاليا 15 يوم بثلاث ايام، يعني عندك هذه المناطق الجو نهائيا ما يوصلها مي. يعني ما اعرف شنو الحل، نروح لابو شهد اللي هو مسؤول يقول لي والله ماكو مي. زين تروح لباقي المحافظات، فقط احنا المشرية ما عندنا مي، اما باقي المجمعات كل المي واصلها. نريد نعرف شنو، يعني ابو شهد عنده شو يعني؟ خليجي يقول لنا يابا انا عندي مشكله اكو ما اعطيكم مي. احنا نريد نفتح المشكله شنو؟ يقول لنا والله اعطيكم اياها 15 يوم بثلاث ايام، شنو ثلاث ايام؟ وين وصلت ثلاث ايام؟ وهن اربع مضخات عندنا على الشارع. قال يعطيني هسه شوف هاي الله وكيلك، ورا ما انقطعت المضخات بيومين المشرية جفت. صار لنا 15 يوم مي ماكو، ليش ما وصل حتى 20 يوم؟ ولما رحنا مظاهرات سمعوا بينا نطلع مظاهرات هدونا المي. ليش عم علينا؟ يعني هاي الاطفال، هاي الناس ما لها حب عندنا، واحنا الشباب عاطله ومن الاخير كل شيء ما عندنا، لا شغل لا عمل لا زراعه لا كل شيء ماكو، وخريجين كل احنا هسه ثلاث اربعنا خريجين قاعدين. قبل كنا تزرع لك طماطات خيارات تاكلنا، هسه حتى فين تشتريهم؟ ولازم يعني هم قلت لك هاي الدوله قسما بالله اجت لهاي الدوله اجت حتى تنهي الزراعه بشكل عام، حتى تنهيها. انا ذكر كلمه لوزير الزراعه السابق يقول احد المستشارين يقول لي انا مستعد اعطي راتب رعايه اجتماعيه للفلاح وما مستعد اعطيه مي او اسنده انه يزرع. زين اكله اكو حكومه قويه كان قال لها تعال عمي تشعدك يا فلاح، احنا حصه انا اريد حصتي من المي وين؟ يعني هل المعقول 75% من الكره الارضيه مي؟ انا ما عندي مي، وين الحق؟ وين العداله بالموضوع؟ كل عداله ماكو استاذ. الفلاح محارب من السقوط الى هذا اليوم 100%. كان بوكي صدام اتذكر هاي المتريه قسما بالله تفيض، هاي المتريه تفيض بوكي صدام من المي. اكو واحد يقدر يقطع المي؟ ما حد يقدر يقطع المي استاذي. حكومتك الان ضعيفه وما تقدر توفر مي للمواطن، شلون تقدر تحاميه؟ هسه احنا لا مي لا كهرباء، انت شنو عشتنا احنا بالصيف؟ احنا بالشتاء خلف الله على على المياه الامطار زرعنا يصير، هسه حاليا كل شيء ماكو، لا زراعه لا حيوانات، كل حتى 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 المواشي بعناها قسما بالله. يعني هسه كان كل بيت عنده خمسه سته، هسه حاليا او لا وحده لو ماكو، كل شيء ماكو مقطوعه نهائيا، وكله سبب المي. احنا نطالب الجهات المعنيه ان يشوفون منطقه المشرية، خاصه المنطقه المشرية منطقه كبيره عريضه تعدادها فوق 3000 نسمه، مجمعات مي بها اربعه ما اعرف ايش قد، مي ماكو نهائيا.
يعني اتمنى صوتنا يوصل من خلال قناتكم الموقره للجهات المعنيه وشوفوا لنا حل هاي المعضله اللي ما ترضى تنحل. والله احنا اليوم اكثر من سنتين نعاني من الماي، لا يصلنا ماي ولا يصلنا اي شيء، ولا هات الاسالات الموجوده بالمنطقه، اكو 5 6 اسالات موجوده في المنطقه، مو لحد هاي الساعه لا اكو ماي ولا يصلنا ماي، يدوا الماي ان 24 ساعه وجوز اكثر، يجوز اكثر من 24 ساعه وبس، وقطعوا الماي، لا اسالات وصلت للناس، ولا اكو دناكر وفروا للناس حتى للشرب، ولا الحلال ولا المنطقه، ونخلنا وزرعنا وكله ما انتهى. واحنا هسه نطلب من الله ومن الحكومه ومن الشرفاء الموجودين يعانوننا وينذرون لنا بان منطقتنا ماتت وانتهت. هسه احنا ما غير رحمه الله بس، ولا ينتبهوننا ولا يقولون خطيه ولا يرحمون بينا، ولا واحد يوم من الايام انا مسؤول وقال يا مثلا منطقه ماتت وانتهت. فاحنا نطلب من الله ومنعدكم يوصلون صوتنا للمسؤولين للناس الشرفاء وثياب المنطقة، يا منطقة المشرية ميتة ومنتهية وتعبانة، وإحنا نطلب رؤيتكم. والله ما لهم أي صحة هسه المسؤولين، بس مسؤولين فقط يجيك وقت الانتخابات يجيك يصلك ويحضك حضن يجيبك، بس ورا هذه عندك مشكلة، عندك شغلة ما يصلك ولا يدري بيك ولا يعرفك ولا مسؤول عنك عبالك ولا تطلع صوتك كذا. أبد نهاية لعدها الساعة. النخيل انتهى، مي نسبح يعني بصورة صحيحة ماكو، فرجعت على المنطقة كلها، رجعت على البراعم ماكو، حتى البريمة 20 متر بالأرض يحفروها وتطلع جافة. حتى البارحة، هذه البارحة حفرنا بريمة 20 متر وطلعت جافة ما بيها مي. فالمي أثر عليه تأثير يعني مباشر. حتى النخل هذا اللي كنا نقسم منه عشرات الطنون هسه ماكو. قام النخلة تصل حدها وتوقع تموت تيبس يبسد. فهذا أثر المي. حلالنا انتهى. يعني الفلاح حلال ما عنده بعد. لان اكثر كثره الفلاليح باعوا حلالهم وقعدوا سكتوا. فهاي المصيبه بسبب المي. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من المي كل شيء حي. ها؟ زين اذا المي ماكو وين اكو شيء بعد بقى حي؟ يبقى شيء حي؟ زين والدوله هاي دولتك تكتل تشوف. يعني اكو واحد سائل المواطن فسائل الفلاح. ها؟ يسال الفلاح ايش بي ما بيه؟ ماكو، الفلاح طلع انسان مو خوش عليه. الفقر فوق الدرجة الأولى، فوق الممتاز الفقر صار بالعراق بسبب المي. لأن الفلاح علي من عايش، هو عايش على الزراعة. زين إذا مي ماكو منين أكو زراعة؟ بطلنا زراعة للشرب؟ ها؟ حتى شرب ماكو، غسول ماكو، مو شرب، غسول نغسل ماكو. يعني البريمة هاي مي البريمة يطلع مي مالح نشرب منه؟ لا حيوان يشربه ولا البشر يشرب. فبقت يا الله سبحانه وتعالى هو يجي يتحد لك يحفظ لك 1000 قرآن وأفيضك بالخير. الخير سمعة ما تشوفه. سمعة ما تشوفه. كلهم اللي انتخبناهم. شلون؟ هذا أحد الشيوخ. أخوه كبر تعب شوية، راد يصير شيخ بمكانه. قال أنا سألك سؤال وإذا جاوبتني عليه أنت تصير شيخ بمكاني. قال له خوش حاجي. شنو؟ قال المي من يفور شو يقول؟ زين من يعرف المي شو يفور شو يقول؟ قام يفتر بالارمان. يفتر يسال عن المي شو يفور شو يقول؟ ماكو. فيوم من الايام بس ظهريه يمشي بالصحراء ولا يشوف لك صاوه مر عليها. السلام عليكم، السلام، اهلا وسهلا. قالها عمي انا عطشان. قالت تفضل. قال انا بالبيت. قالت له بالبيت راح يهد ماي على الماي. قال خوش حاجه. واخوي راح يصيد الماي صيد. قال خوش حاجي. قال انت شكلها سالتيها عندي لغز حير بيه. ها انت ذني شو بعرفني بيه هناني؟ قالت انا اسولف لك. قالت له ابوي راح يحد الماي على الماي. ابوي عنده خضره مال رجي، راح يحد الماي على الماي. واخوي راح يصيد الماي صيد.
راح يصيد غزال، الغزال ينصاد ما يصيد. قال هزيمة الماي من يفور شو يقول؟ قالت لي حاج الحطب، حاج الحطب يقول أنا كبرتك وأنا سويتك وأنا عيشتك وهسه أنت تتكسر الحطب قد جواي يفورني. فذول حكومتك نفس الحالة حبيبي، انتخبناهم فيردون ينتقمون من عندنا انتقام، انتقموا مو ينتقمون، انتقموا من عندنا انتقام. احنا مشكلتنا احنا يعني هاي المناطق يعني مو بس هاي، حق جامعه بابلك ومنطقه الحقانيه، هو هذا مشروع رارنجيه واحد بالستينات سووه على اساس يغذي حد رارنجيه، هسه بقت عليه المشريه واحنا كمنطقه اسمها الحقانيه. احنا بالنسبه ان اساله يعني معتمدين عليها اعتماد كامل، ثق اني اشتري دناكر يعني انا لعائلتي يعني كل 15 يوم نشتري دنكر ب 25000 دينار من الطر، برايم مالحه يعني تعرف انت مناطقنا هاي مناطق زراعيه، فمسوين مبازل، المبازل تخلي الملح يعني تعزل مي مالح، هسه اضطرينا براين بعد ماكو نحفر يطلع مي مالح، نضطر نشتري دناكر يعني فوق حمل يعني المعيشه غاليه، تعرف التول هاي النوب قمنا نشتري مي نغسل بيه، هاي المناطق كلها معتمده يعني تعرف تشوف هاي اراضي زراعيه وبساتين، يعني اول شيء السنه اكيد التمر راح يصير اكيد تمر راح حتى انتاج يختلف، واحنا يعني هسه بطلنا ما نزرع، لامانه الله بعد ما نزرع، بس نريد نشرب مي ونغسل، المشكله شنو راجعنا؟ شنو السبب؟ يقول راح نمد لكم واحنا قاعد نعطيكم مي، بس ليه الناس يتجاوزون اللي قاعد يزرعون ما يجيكم مي، هسه بطلنا، انطونا حل. حل على اساس ينطونا بور يمدونا من شط الحله للمجمعات، الحله امانه الله بالحله هسه دائما ماكو مي ما انقطع، احنا صاينا تقريبا اليوم ثلاث اشهر او اربع اشهر قبل يعني قبل لا يصير الصيف، احنا مرات نقول احنا بشهر السابع تبدا الازمه، هسه صارت قبل الازمه، من شهر الرابع لحد الان مي ماكو، الحل شنو؟ بصراحه نضطر الدوله خلتنا الا نطلع نهوس يعني هاي المناطق تكون كلها تطلع تهوس الست شارع لو صيح يلا يجي مي، احنا ملينا يعني بصراحه احنا ما نريد ناذي الناس، يعني باكر احنا راح يصير الشارع الديوانيه يجينا مي، الحل يعني بس انطيتونا مي احنا نريد حل جذري، احنا مو معتمدين على مضخه ساعه قالوا غاز ماكو، ثق نضطر نجمع فلوس على 5000 من العوال حتى نشتري غاز للدوله حتى تضخ لنا مي، قالوا لا الغوها نجيب مضخات كهرباء وما اسمح هسه، اليوم ايش قصرنا؟ ثق اليوم يمكن عبالنا 45 يوم ولحد الان مي ماكو. احنا شنو ذنبنا؟ هسه احنا بطلنا زراعه ما نزرع، اعطيك صراحه غير احنا اغلب الناس سكنه اول شيء عايشين على الزراعه، زراعه بعد ماكو، بير هسه بير ابار ماكو، ابار بعد ماكو مالحه. الحل شو نسوي هسه احنا الصراحه؟ راح نضطر اذا ماكو نتيجه نسوي مظاهره ونسد لو طريق الديوانيه لو طريق النجف حتى يجينا مي، هاي بس هاي، وهم ينطوني اياه، شو تقول؟ ينطوني يضخونا اسبوعين ورجعوا قطعوا ونفس الشيء، نتمنى انه نشكركم احنا طبعا توصلون صوتنا ونتمنى انه يحلونا حل جذري، يعني مو موضوع ترقيع ضخونا مي وها هي، شنو الحل؟ نريد احنا بطلنا بس نريد نشرب مي ونغسل بس. الثروه الحيوانيه بعد ماكو، تعرف انت احنا ذا المي هو الثروه الحيوانيه تعيش على المي، يعني حتى والله الابقار والله السمك، هسه السمك بعد ماكو، انتهى موضوعه، هسه الابقار بعد عين تعيش، اغلبهم راح يبيعون الماشي مالتهم، لان عين يعيش، بصراحه يبيع يشوف قدام الماشي مالته والبقره الذوب يبيعها احسن ما يخسر، بالنسبه له بعد انا اشوف راح يصير هجره اجباريه، لان انت حتى تعيش اهم شيء المي، ترى المي هو سر الحياه، اذا مي ماكو حياه. مضطرين انا امان الله علي انت ما محلفني انا اشتريت دنكر يعني البارح قبل 15 يوم جبت دنكر ب 25000 وهسه خابرته هسه اليوم راح يجيني بالليل حتى تخيل مال الدوله اعطيك معلومه دناكر الدوله هم ما يجيني يقول لا تقطع الوصل الا انت وصل للدوله 25000 يلا يجيني وسره انا اضطر اجيب من اهليه يجيبوا لي دناكر الحل اللي ما عنده فلوس يعني انا الحمد لله عندي وظيفه ومدرس لغه عربيه انا عندي فلوس اللي ما عنده فلوس شلون يعيش؟ شلون يعيش يضطر اما يعيد بيته يروح يقعد بالولايه احسن له على الاقل متوفرت له الحياه هسه مي ابسط شيء مي ما قاعد يوصلنا نتمنى صوتنا توصلونه ونضطر الصراحه هسه قاعد نسولف حوار حلو نضطر انه راح نسوي راح نجيش ونسد الشارع حتى يجينا مي ترى العام احنا سويناها الصراحه سدينا الطريق يلا جانا مي والسنه هم ما تظل احنا كل ما نصير مشكله نسد مي نتمنى صوتنا توصلونه ونشكركم جدا والله. إن الله خلق من الماء كل شيء حي، احنا هل تشوفون هاي معاناتنا،
ماكو، مي ماكو، كل 15 يوم نعطيها 3 ايام، رحنا الموارد المائيه يقول انا عندي كتاب من الوزاره. زين عجبها ليش بس المشريه كل 15 يوم 3 ايام؟ حتى اذا انطاها 3 ايام، 3 ايام يلا توصل المجمعات، من توصل المجمعات عندنا 5 مجمعات احنا على المشريه فما تغذيهم. انطانا ما يخالف، وصلت المجمعات وشغل لنا يوم، احنا هذه المنطقه كلها عند تانكي ابو الالف او ابو الالفين، ترسهل ما ماكو مشكله. زين خلال هال 15 يوم ما يخلصن ذني، احنا نطلب من الحكومه المحليه من اعضاء مجلس النواب الموجودين في بابل يشوفونا شارع المشريه. ومكان ما عنده 3 مضخات مو يحولها طوارئ، يقول اذا ما عندي غاز يحولها طوارئ، خط الضغط العالي صاعد من يمها يحولها طوارئ مو، ويشغلنا اول يوم مضختين يخلي يوصل المجمعات، وبعدين يخلي وحده دواره يوميه تشتغل، والا يشوفونا حال خليها يشوفونا مكان ينقلونا الولايه، وين ينقلونا؟ وين نروح؟ هسه مو الخاطر البشر، هاي الحيوانات تكرمون، ايش تشرب؟ متنا ملينا. انا هسه اذا اكشف لك عن جسمي من مي البريمه والله العظيم انت تتفاجئ. يعني رحنا انتهينا اكلنا مي البريمه، ليش عمي؟ يعني تطلب من الحكومه طلب؟ اذا عندهم غايه ويانا يعني ابو شهد وغير ابو شهد مو؟ حتى يقول لنا يابا احنا عندنا غايه ويا المشريه، او المشريه خلي يشيلون يشوف لنا مكان ينقلنا باي مكان بالولايه حتى احنا نروح هناك نسكن ابن خيم اقلها نحصل ميه حلوه. زين شنو ذنبها الناس؟ هاي الاطفال شنو ذنبها؟ الحيوانات تكرم شنو ذنبها؟ احنا شنو ذنبنا؟ مو؟ احنا نطلب من الحكومه المحليه من المحافظ وسام اصلان يطلع يشوف وضع المشريه شنو؟ مو؟ يوصل لنا احنا نريد حل، يوصل لنا مي للمشريه في سبيل نشرب، ما نريد لا زراعه ولا شو اسمه، نريد مي نشرب، نريد نغسل اجسامنا، غير هذا ما عندنا.